الكره هذا هو حكيم زياش. يلا يا ضرار، يلا يا ضرار، هذه فرصه. ركله جزاء، ركلة جزاء للمنتخب المغربي. شوف مكر، شوف ذكاء، شوف دهاء اللاعب نبيل درار كيف توغل وكيف هنا أوقع مدافع الصوتمي في المحظور ليربح ركلة جزاء لفائدة المنتخب المغربي. دليل على ما قلت مشاهدي الكرام، الظاهران لا نبيل درار ولا حمزة قوة رفقة أياكس أمستردام. يتقدم حكيم، حكيم الهدف الأول للمنتخب المغربي بشكل متواصل في الجهة اليمنى. عرضية، ثاني جول، جول. لاعب سان باولي يضع في الشباك، 2-0. الله عليك يا درار، هذه على المقاس، هذه الكرات اللي انتظرناها، هذه العرضيات اللي انتظرناها.